من يوم ما تم الإعلان عن برامج موسم الرياض تويتر ما وقف حماس الناس بدأ قبل أوانه. خلونا نشوف وش قالوا المغردين. تخيل في الرياض صار اللي ما قد صار، ظهرنا العالم وصرنا محط الأنظار. تخيل في الرياض صار اللي ما قد صار، ظهرنا العالم وصرنا محط الأنظار. تحقق حلمي يا كبرى، زرعنا فرحنا بذرة، رويناها بعزم وصرار. تخيل تخيل ورفعنا الراية الخضراء العالي فوق. بطريقة ذكية وممتعة حفز معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه الجميع لزيارة الفعاليات، ظهر في العرض الرئيسي وما قصر، نشر تفاعل الناس في كل صغيرة وكبيرة. تخيل في الرياض صار اللي ما قد صار، ظهرنا العالم وصرنا محط الأنظار. تخيل في الرياض صار اللي ما قد صار، ظهرنا العالم وصرنا محط الأنظار. تحقق حلمي يا كبرى، زرعنا فرحنا بذرة، رويناها بعزم وصرار. تخيل تخيل ورفعنا الراية الخضراء.